اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نسمي وناكل على طول، بس اهم حاجة نستطعم كويس ونمضى كويس ونبلع كويس، وعايزين نروح المدرسة بدري النهاردة عشان نركز ونراجع مع نفسينا قبل الامتحان. انا مش عارفة اركز خالص يا بس. ليه ياسمين؟ ان شاء الله اركز ازاي بعد اللي حصل مع طنط بهيج ده؟ الواحدة بعد كده ما تأمنش لحد ابدا. خليكي في حالك انت يا ياسمين، وايه اللي انت ملغمطه وشك بيه ده؟ رقاصة، انت عندك امتحان ولا عندك نمرة؟ شيل اللي على وشك ده. بجد لو سمحت انا عاوز اقول حاجة. اتفضل يا سعيد. يا ريت ما تاخدش موقف صريح من ابي رمزي من غير ما نعرف ايه اللي خلاه يعمل كده. ساعات كتير البويز بيغلطوا وبيبقوا الجلز هم السبب. ولما انت فالح قوي يا اخويا وعامل لي فيها مصلح اجتماعي، سقط في 3 مواد ليه في الامتحان اللي فات؟ ولا هي غلبه وطوله لسان؟ يا بهجت دي وجهه نظري، ده رايي. هم البويز كلهم كده يغلطوا وبعدين يقول الجلز هم السبب، عمرهم ما هيتغيروا. ربنا ياخد البويز كلهم يا شيخ. طب اتنقلوا اتنقلوا، احترم نفسك يا سعيد احسن. ما تيجي تقولشيلي من اللي انا ما احسن. بس يا دي التوقيه ما حدش قادر عليكم. انا اذا كنت سمحت بالديمقراطيه في البيت ده، مش معنى ذلك ان البيت ده ملوش كبير، لا. وانا اتنيلوا الفطار بسرعه عشان تلحقوا تتنيلوا الامتحان اللي انتوا رايحينه. بهجت بهجت تعالى يا بهجت احضرنا، شوف المصيبه اللي احنا فيها دي. مصيبه ايه يا عيشه؟ محدش يتحرك من مكانه، خلصوا فطار وكله جري على العربيه استناني. ايه ده؟ في ايه؟ ايه عيشة في ايه؟ الشملول اللي جوزناه بنتنا ودخلناه وسطنا واعتبرناه عيل من عيالنا اتجوز عليها. انت بتقولي ايه؟ الواد رمزي يعمل كده؟ مش ممكن. بهيجة فتشت هدومه وطلعت عقد جواز عرفي من المحفظة. البيه متجوز بقاله شهر ونص. وبهيجة تفتش هدومه ليه من غير اذن النيابة؟ ما هو ده برضه يعني ما صحش. انا علمتك برضه يا بهيجة تفتشي في هدوم جوزك؟ اسمع يا بهجة، الموضوع ده وديني ما هيعدي على خير. وحياة امه اللي خليه يسف التراب الخاين الواطي السافل. انت لازم النهارده تكلم الاستاذ عطية تخليه يجي يشوف له حل. الزفت ده لازم يترمي في السجن عشان يعرف ان الله حق. استنى بس يا عيشة، مش يمكن تكون هزارايا ولا حاجة؟ دي حتة ورقة برضه. الحاجات دي ما فيهاش هزار يا بهجة. هو اتجوز مين؟ الواطي راح اتجوز رقاصة. يا ابن اللعيبة يا رمزي. ها؟ قصدي يعني عيب كده يا رمزي. طب بس 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 انا الخيوط دلوقتي ابتدت تتجمع في دماغي. التاني بقى كان ايه؟ كان عمال يسحب منه مقويات ومنشطات، وانا بحسن نيه كنت بديله، فاكر ان ده للنشاط الداخلي، اتضح انه ده للنشاط الخارجي. الواد رمزي طلع عميل مزدوج. بس انا كبرت في دماغي بقى، وحياه امه ما هسيبه النهارده. هتعمل ايه؟ انا بنتي مش هسيبها تتقهر قدام عيني. كفايه اختها زهره واللي هي فيه واللي طالقها عامله فينا. هو احنا مكتوب علينا الغلب يا ربي؟ بص يا عيشه، المواضيع اللي زي دي لازم الستات تخرج منها، ده شغل الرجاله في قلب بعض. الليله دي هتبقى عندنا، انا اللي هخلصها بالقانون بالدراع بقله الادب بالبلطجه. هو هيبقى يوم اسود على دماغه ودماغ اللي خلفوه. انا بس عايز منكم حاجه، محدش يعرف من العيال الصغيرين عشان دول اطفال لسه سوزل. ها؟ ايه ده؟ الله يخرب بيوتكم، مش انا قايل لكم تسبقوني على الباص؟ يلا انتوا من هنا يلا. صباح الخير يا درويش. صباحك فل يا سعاده الباسا، ربنا يجعله نهار نادي وصبحيه زي الورد عليك. ادعي للعيال عندهم امتحان، ربنا ينجحهم ويفتحها عليهم ان شاء الله. آه! آه! يا رب يا رب
في حاجة يا أستاذ؟ أنا آسف قوي، أصل عربيتي عطلت والمدام تعبانة قوي. إيه خير مالها؟ أصل إحنا كنا رايحين المستشفى، أصلها المفروض هتولد بكرة ولا بعده، بس الظاهر يعني. يا حسن! دي الست هتولد هنا يا عم، أوعى كده؟ بدام عينيها قلبت كده وبتنزع المنازع دي بقى دلوقتي في التشطيب. هو طالع حامى عليك يا مدام؟ قوي يا أخويا! مش بقول لك بتشطب؟ هو حضرتك دكتور؟ لا بس انا مجرب يعني، انا عندي اصلي خمس بنات وروني الويل في حملهم. اسمع انت، تجيب لها فوطه تقعد تعض فيها واعدلها على ظهرها عشان العيل ياخد وضعه قبل ما ينزل. مش قادر يا حسن، هموت. ولا يهمك، كلهم بيعملوا كده، بيصوتوا ويبهدلوا الدنيا وبعد 9 أشهر تلاقيهم حبلوا تاني. انا الحقيقه مش عارف اعمل ايه. طب ما تروح المستشفى ولا اطلب الاسعاف؟ طلبته كذا مره لحد الكارت ما خلص، الظاهر في حادثه في الطريق ومحدش فاضيلي. والله انا مش عارف اعمل لك ايه، اصل انا عندي الاولاد عندهم امتحان ولازم اوديهم المدرسه حالا. يا ريت لو تاخدنا في طريقك لاقرب حته نقدر نتصرف فيه. طب اتفضل اتفضل، ووسعوا الكنبه اللي ورايا دي. على مالك يا مدام، على مالك على مالك على مالك على مالك، ربنا يبتعك بالسلامة. والله مش عارف أقول إيه لسيادتك، أنا متشكر قوي. هتقول إيه؟ معقول كنت حاسبكوا في الهو كده؟ حسن حزين فرغال الايتي، المدرس اول لغه عربيه. شرفنا يا استاذ حسن، ما تقلقش ان شاء الله ربنا هينتعها بالسلامه. على اصل الحاجات دي عدت عليا كتير، الفصل اللي ورا دول كلهم احفادي. ربنا يخلي يا بهجت بيه، ربنا يحفظهم لك. انما انتوا نازلين لوحديكم ليه في يوم زي ده؟ امها ما جاتش معاها ليه ولا حماتها؟ الستات بتنفع برضه في الظروف دي. اصل احنا مش من هنا، احنا من محافظه الدقهليه، واهلنا كلهم عايشين هناك. واحنا قاعدين هنا في شقه اجار جديد عشان شغلين مع عواطف مدرسه برضه، مدرسه علوم. مش قادره يا حسن. اجمد عواطف، اجمد يا حبيبتي، اجمد ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. حتى رقبت عواطف، بص في مخده ورا الزكاه وعود فيها بسنانك، وان شاء الله مستاهله باذن الله. حمود يا حسن.